قول اليما قول البابا حياتي بلا بيكون انتوما راهي ضلمه. ارفع القلم نكتب اسم الدين اللي وصانا ويبقى يوصي على الوالدين يبقوا عزازة في القلب محفوظين هما فارقة بنا اليوم البينا تفكر ذكري حياة الرسول كان راعي يتيم نقص حنان حكاية تبقى عبرة في الأذان استفاد منها يا إنسان في كل زمان مدام عندك نعمة اسمها ماما في يدك كنزة اسمه بابا بلك فهمت واش راني قاصدة نغير هما مكان حتى واحدة جاهدة بل ما فيهم واحد تفقدة افتح عينيك عليهم لا متغمضة جامي تغفل اعرف كيف تتعامل اختم عليك واللي كانت عليك تسهرة نختم بكلامة يكون مفيد وفهمة اسمع نس نصيحة بلاك تفهمة تعلمة حب الوالدين محال تندم بلاك تخمم ما كانش كيما الاب والام. صافي بيزيرو صافا عندي يما شوف لي تزيم محروم من هذه الكلمة محال يكون هاني حياته ظلمة مالا أحمد ربي بهذه النعمة هما كنز محمد لهم بالماء يبقوا عزاز علينا ديما هما حاجة مليحة نحكي نحكي علي تاما قبل ما نجو حنا ما نجيش يكونوا هما يهوى العباد هذو ما يتحسبوش كون نبقى نهضر لكلامه ما يفضلش نحس بالجمرة غير لعبس عليها والحنانة كبدت لما يتخبرها تحية ليك يا محروم من والديك صبرني لان نطلب الله يهنيك تحية ليكم يا والدي ان شاء الله ربي سبحانه يخليكم ليا تحية ليك اللي حملتيني بين يديك نطلب الله يحميك ويحفظ دعاويك القرآن قال جنة تحت رجليك كيما ربيتيني في صغري راح نفديك. نهار تتوحش كلمة ماما تبلك حشومة كي تقولها يما تبلك غيبة كي تعيط له بابا أمك فأمك فأمك ثم أبوك نغير هما واحد بيحن عليك تسعى شر في العذاب اسمع يا داب تضرب أمك برد القلب محال تقول أف من ربك خافة لما تخاف أروى قبل ما تجف جاي نهار كيما اليوم تكون انت قدام ولادك راح تدي وش قدمت بلاك فهمت معنى وش قلت كيما سقيت تحصد ما زرعت المغزى العام من هاد الكلام طاعة الوالدين لا تخمامة. قول اليما قول البابا محل نسمح فيكم انتوما والدي يا قول اليما قول البابا حياتي بلا بيكون انتوما راهي ضلمه.